السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الطلاب، إن شاء الله راح نعطيكم اليوم محاضرة جديدة الأورال سيرجري، وهي تعتبر إن شاء الله من المحاضرات الأخيرة لهذه السنة. وهاي المحاضرة بعنوان Temporomandibular Joint Disorders TMJ Disorders. الحقيقة هي هاي المحاضرة الموجودة عندنا حاليا هي فد محاضرة لطيفة ومعلوماتها واضحة، ان شاء الله راح نشرح لكم اياها، مو كلها طبعا راح نعطيكم اياها، قسم منها راح نشرحها، واكو جزء خاص للتي ام جي انكيلوسيز انا راح نعطيكم اياها من عندي، يعني من شرح مالتي الخاص، وراح ان شاء الله ويا المحاضره ادزلكم سلايدات في هذا فيما يخص هذا الجزء. فنجي من البدايه قبل ما نبدي، بس نسوي كلاسيفيكيشن للتمبرومانديبولار جوينت ديسوردرز، ما مذكوره هنا بهاي المحاضره. كلاسيفيكيشن للتمبرومانديبولار جوينت ديسوردرز، يعني العفو، TMJ disorders نقدر نقول can be classified into the following. أولاً TMJ dysfunction. TMJ dysfunction وهذا بالمقابل تنقسم إلى قسمين: internal derangement، والقسم الثاني myofascial pain dysfunction syndrome. يعني هذا الكلاسيفيكيشن أريدكم تسجلوه. أولاً TMJ dysfunction وهذا به نوعين وقسمين: أولاً internal derangement، ثانياً myofascial pain dysfunction syndrome، بي أي وبي نقدر نقول. ثانياً عندنا congenital disorders، يعني مثال ذلك condylar hyperplasia وcondylar hypoplasia. ثالثاً عندنا الانفكتيف او انفلاماتوري ديسوردرز اوف ذا تي ام جي، مثال ذلك اوستيوارثرايتس وروماتويد اوستيوارثرايتس. اربعة عندنا نيوبلاستيك تيومرز افكتينج تي ام جي، وهذه رير طبعا، وهذه كود بي ايذر بناين مثل الكوندروما مثال ذلك، او مالجنانت كوندرو ساركوما، وهذا طبعا فد رير conditions very rare conditions. هاي قلنا الثالث. رابعا اللي هي التيومر نيوبلاستيك تيومرز، وعندنا خمسة فد specific conditions affecting TMJ اللي هي نقدر نسميها traumatic conditions affecting TMJ، يعني conditions resulting from TMJ exposure to trauma. من يتعرض TMJ للتروما تصير لنا هذه الكونديشنز. مثال ذلك مثلا عندنا تي ان جي انكيلوسيس، هذا تي ان جي انكيلوسيس اللي هو هسه احنا ان شاء الله شنو راح اللي راح اعطيكم اياه من عندي تي ان جي انكيلوسيس. وعندنا كذلك مثال الهايبر موبيليتي كونديشنز اوف تي ان جي، مثال ذلك السبلاكسيشن الديسلوكيشن، هذه result from traumatic occlusion، يعني حمينا لها علاقة بالتروما، فهي traumatic conditions affecting traumatic conditions or conditions resulting from trauma affecting TMJ. مثل ذلك قلنا الانكيلوسيس TMJ انكيلوسيس وسبلاكسيشن وديسلوكيشن. اوكي، يعني نعددها مرة أخرى إن شاء الله. قلنا أولا internal derangement وبها قسمين، العفو، أولا TMJ dysfunction وبها قسمين internal derangement والmyofascial pain dysfunction syndrome. ثانيا عندنا infective or inflammatory مثل rheumatoid arthritis و osteoarthritis. ثلاثة congenital مثل condylar hyperplasia و condylar hypoplasia. أربعة neoplastic tumors either benign مثل كوندروma or malignant كوندروساركoma. وخمسة traumatic conditions resulting after TMJ exposure
للتروما traumatic conditions resulting after TNJ exposure to the trauma. مثال ذلك TNJ ankylosis وقلنا subluxation and dislocation. احنا هسه بهاي المحاضرة راح ندرس اول وحدة TNJ dysfunction اللي بيها internal derangement والمايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم، وراح ندرس راح ندرس الاخر نوع اللي هي تروماتيك كونديشنز ريزلتينج فروم تي ان جي اكسبوجر للتروما. راح ندرس التي ان جي انكيلوسيس وراح ندرس السبلاكسيشن ايضا. زين، بالبدايه هو شارح هسه بهاي المحاضره على تي ان جي اناتومي ونيرف سبلاي وماسكوليتشر، هاي كلها ما اريدكم تحفظوها لان هذا اناتومي، بس اريدكم تطلعون عليها ولو هي مهمة جدا بالحقيقة، يعني للي يريد يتخصص بهذا الفرع او اللي يريد يتخصص بالجراحة. بس يمكن اللي يسمعني يقولون تقولون هسه احنا بس نريد نخلص ونتخرج من هالسنة الصعبة وما نريد اي اختصاص، بس مع ذلك اللي يريد بالمستقبل الى واهس بالجراحة ضروري يطلع هي الجراحة شنو أساسها أناتومي. إذا ما تعرف أناتومي وتحفظه مثل اسمك لازم، ومو بس تحفظه لازم تشوفه، يعني كأنه دا تشوفه بعينك. زين، كأنه دا تشوفه بعينك. فقد راح مرور سريع، هو قلنا هذا ما مطلوب من عندكم تحفظوه، فقط تطلعون عليه. التي ام جي انتومي قلنا اول شيء البوني ستراكشرز، طبعا هذا التي ام جي قلنا اول شيء البوني ستراكشرز، البون هم التمبرال بون والكوندايل المانديبولار كوندايل. الكوندايل تمبرال بون شطينه شيء كونه يكون من الفوسه اللي هي يسموها اما ارتكيولار مانديبولار فوسه او جلينويد فوسه، وكذلك التمبرال بون يسمونه الارتكيولار امينس اللي هي فد امتداد بوني بروجكشن قدام الفوسة انتيرير للفوسة. هذه مهمة جدا بالحقيقة حتى تمنع السبلاكسيشن of the condyle or of the joint كله من الجلينويد فوسة. من يصير بيها defect يصير شلو جلينويد فوسة شلو بالأمنس، راح يطينا هذا الكونديشن اللي ذكرناه السبلاكسيشن اللي هو يطلع يبدي يطلع من مكان من الجلينويد فوسة ويرجع. زين، الكارتلج طبعا والسينوفيوم ايضا هذا فد نقطة مهمة، انه الـ articular surfaces of both temporal and condylar bones covered by dense articular fibrocartilage. زين، الـ articular disc ايضا هاي ضروري تعرفون انه هو oval in shape. الـ articular disc ايضا ان شاء الله هذا ضروري تعرفون انه مثل ما قلنا يكون oval in shape، يعني بيضوي non vascularized و non innervated. هاي الخاصية allow the disc to resist the pressure. زين، الليجامنتس عندنا 3 functional ligaments، يعني 3 bones or 3 packages of functional ligaments: capsular ligaments والcollateral discal ligaments. زين، وعندنا 2 accessory ligaments اللي هي not directly attached to any part of the joint: the stylomandibular ligament وال sphenomandibular ligament. زين، نجي على nerve supply، هاي مهم جدا. nerve supply and sensory innervation of the temporomandibular joint may يجي من الauriculotemporal، يجي من الauriculotemporal auriculotemporal nerve اللي هو branch من المانديبولار ديفيجن، الثيرد ديفيجن اوف ذا تراجينال نيرف. وكذلك عندنا الماستريك برانشز، ماستريك برانشز اللي هي تطلع من ايضا تطلع من الثيرد ديفيجن اللي هو المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجينال نيرف. طبعا انا فد ملاحظه لكم حتى تعرفوها، اخاف واحد يسالكم اناتومي. التراجينال نيرف كله sensory innervation ما عدا الثيرد ديفيجن اللي هو نفس هذا المانديبولار برانش، ايضا يحمل sensory innervation لكن ويا يحمل very
little motor fibers. المن يطيها يطيها للmuscles of mastication يطيها للmuscles of mastication. هذا الرسم هذا عفوا الرسم شوفنا على الأناتومي مال TMJ. هذا zygomatic arch قصي حتى يبين TMJ لأنه TMJ يكون medially zygomatic arch. زين المسكولاتشر يعني المسلز مال TMJ اللي يتحرك TMJ يقول all muscles attached to the mandible كل المسلز اللي attached to the mandible influence the movement of TMJ in some degree. لكنه however four large هاي لازم تحفظوها four large muscles اللي هي muscles of mastication هاي مهمة جدا لأنه هذه راح تدخل بالmyofascial pain dysfunction syndrome. زين العفو شنو هي muscles of mastication؟ المسيتر مسل والميديال تريجويد واللاترال تريجويد والتمبراليس مسل هاي muscles of mastication. زين طبعا احنا هاي هسويها ويا شرح انزلكم البي دي اف مال المحاضرة حتى من تسمعون الصوت تقرون البي دي اف. هذا كان كله صفحة واحد وصفحة اثنين. زين يعني وهسا نجي صفحة ثلاثة يبدي ليش كان الأناتوم يكون هذا الطلاع هسا يجي لا لازم تبدون تحفظوها. الإيفاليشن of the TMJ شلون نسوي إيفاليشن of the TMJ؟ ثلاث نقاط. أولا chief complaint طبعا مهم جدا يعني هاي كل شيء أو أي شيء يجيك للمريض تسأله وهو هاي كل الطلاب وكل هذه التخرج ما يسووها. أي مريض يجيك لازم تسأله شبيك شنو مشكلتك الرئيسية من ليش تشكو؟ شنو مشكلتك الرئيسية اللي خلتك تجي للطبيب الأسنان أو للعيادة؟ فأولاً chief complaint، ثانياً history of a present illness، medical and dental history، والclinical examination. clinical examination مهم. clinical examination مهم. أولاً هاي هنا رسم شوية مسوي بالمقلوبي، يعني بالمقلوبي خالي رسم. أولاً palpation اللي هو على الرسم الثاني شوفوا على الرسم الثاني palpation للTMJ يشمل أولاً أما preauricular يعني تخلي صبعك أمام الإير preauricular intrameatal يعني تفوت صبعك بالexternal auditory meatus. زين وطبعا بالpreauricular وبالintrameatal examination or palpation اثنيناتهم تسأل المريض انه يفتح ويسد حلقه حتى تشوف اذا اكو كليك فد نويز بالموفمنت. زين وعندنا palpation of the muscles of mastication هسه هذا الرسم اللي فوق هو palpation of the muscles of mastication. شوف الصورة A هاي palpation للمسيتر مسل. صورة B هاي مهم جدا هذا الاكزامينيشن palpation للمسيتر مسل من تمد يدك على المسيتر مسل تشوفها بيها تشنج يعني تشوفها contracted muscle زين مو relaxed contracted muscle وتشوفها tender. فهذا هو palpation مال muscles of mastication. صورة A للمسيتر مسل صورة B للتمبراليس مسل وصورة C هاي للتندن مال التمبراليس مسل اللي اتاش للكورونويد بروسيس والاسندينج ريمس. تفحصها وتشوفوا انه يكون كونتراكتد وهذا طبعا ما يفشل بين راح نترسى لاحقا هسه ان شاء الله كومن كونديشن واي ناس يجون عندهم ما يفشل بين لاسباب نذكرها لاحقا من نجي نشرح على المرض. فبالاكزامينيشن راح يكون المسلز كونتراكتد تندر ومن سوى البالبيشن المريض رأسا يقول لك اي هو هذا الألم هنا. زين هذا الصورة الثانية قلنا بالمفروض هي أول وحدة اللي هي البريوريكولر بالبيشن للتي ام جي بريوريكولر بالبيشن للتي ام جي بالأوبنينج بالكلوز والأوبنينج of the mouth. زين بعدين الثاني examination تشوف measurement the range of the jaw motion يعني ايش قد الopening اللي هي الصورة اللاحقة الصورة بصفحة 4 فmaximum voluntary vertical opening اللي هي صورة A
will be so evaluation the lateral excursive movement. It should be approximately 10 millimeter lateral excursive movement. هذه بالنورمال. زين. هسه قلنا أولا chief complaint, history of present illness, medical dental history, وclinical examination. Clinical examination قلنا أولا palpation. Palpation the TNJ اللي هو preauricular or intramural. زين و palpation the muscles of mastication ونقيس الميجرمنت of jaw motion أو العفو jaw اي يعني opening بالvertical voluntary vertical opening وباللاترال excursive movement. عندنا فد نقطة حلوة بالTNJ auscultation by stethoscope. هذا TNJ هو بالحقيقة يعني يمكن أعتقد حسب اعتقادي هو الكونديشن الوحيد لطبيب الأسنان اللي يقدر يستخدم به الاستيثوسكوب السماع. يعني سماعة الطبيب تقدر تستخدموها للأوسكولتيشن يعني تسمعون تخلون السماع على التي ان جي وتقولون للمريض افتحوا سد حتى تشوفون ساونز تسمعون إذا أكو ساونز وبالإضافة للساونز تشوفون التايمينج أوف كليكس أند كريبتاس وهي أيضا نشرحها لاحقا يعني إذا أكو كليكس أو كريبتاس شو تصير بالجو أوبنينج أو بالكلوجر من يفتح الجسر كليك وش وقت بداية الأوبنينج منتصف الأوبنينج نهاية الأوبنينج لو بالكلوجر يصير كليك وهكذا. زين يقول هنا أنا بالنسبة للجو أوبنينج أيضا الرينج هي من 40 إلى 55 مليمتر واللاترال اسكاسيف مومنت شود بي 1 تو 4 من الأوبنينج. زين الراديوغرافيك خامسا الراديوغرافيك فايندينج يعني أول شيء قلنا الشيف كومبلينت والهيستوري present illness medical dental history 3 4 clinical examination 5 radiographic findings ومهمة جدا مهمة جدا للراديوغرافيك فايندينجز. نعدد لكم اياها اولا الOPG ثانيا التوموغرافي ثالثا الترانسكرانيال زين وطبعا CT مهم والكومبين سي تي ايضا هذا اخر شيء ولا ما راي فهاي تحفظوه او بي جي توموغرافي ترانزكرانيال سي تي ترانزكرانيال سي تي ايضا ام ار اي واخر شيء يستخدمون الكومبين سي تي. زين الاو بي جي مجرد ذاكرها تعرفون مثل الاو بي جي كلكم طبعا الاو بي جي تعطينا فد جنرال فيتشر للتي ان جي إذا قاعد بمكانه طالع من مكانه إذا أكو فراكتشر بس ما تطينه أني ما تطينه أي إنديكيشن على الدايركشن خاصة الدايركشن مالنا فراكتشر السبكوندايلر فراكتشر ما تطينه هاي بالتروما ما تطينه أي إنديكيشن أو بي جي. نجي على التوموغرافي اللي هي شنو سكشنينج أوف ذا جوينت إن ديفرنت ليفلز هي عبارة مثل السي تي سكان لكنها نوت كمبيوترايزد مانيوال هي كانت عبارة عن manual CT يعني manual sections هي sectioning of the joint هاي صورة مالتها sectioning of the joint at different levels sectioning of the joint at different levels of the condyle and fossa visualizing the joint in slices تشوفنا الجوينت في مقاطع من الميديال لللاترال وthis views an innate تخلصنا فائدتها انه تخلصنا من السوبر امبوزيشن اند اوفرلاب ما يصير بيها سوبر امبوزيشن اوفرلاب خاصة بهاي المنطقة اللي بيها واي اوفرلاب سوبر امبوزيشن فالتوموغرافي تخلصنا من السوبر امبوزيشن اند اوفرلاب وبروفايز هاي فوائدها خاف يقول لك شنو وات ار ذا ادفانتجز اوف توموغرافي اولا فيجواليز ان سلايسز فيجواليزز the joint and slices from the medial and lateral. ثانيا eliminate the bony superimposition and overlap. ثانيا الادفانتج الثاني والادفانتج الثالثة provides a relatively clear picture of bone anatomy of the joint. هاي فوائدها ضروري هتعرفون وهذا الصورة مالتها حلوة صورة واضحة جدا واحدة بالopening واحدة بالclose.
زين كلوز، وبيها بعض الشروحات ايضا. هذا يراويك هنا التمبرومنت الفوسة الدينويد فوسة، هاي وراها الاي اي ام يعني الاكسترنال اوديتريميترز، هذا الكوندايل وهو كل الكوندايل هاي محاط بدائره منقطه اللي هي الكبسول الفايبرس كبسول. زين ترانزكرانيال ايضا هذا في الفيو من الاكس راي، وعندنا السي تي. السي تي مهم جدا، provides the most accurate radiographic assessment of the bony components of the joint. شنو فائدة السي تي؟ The most accurate radiographic assessment. The most accurate radiographic assessment of the bony components of the joint. وهذا نستخدمه خاصة لما نشك انه اكو TNJ ankylosis. لما نشك اكو TNJ ankylosis provides the most accurate radiographic assessment of the bony components of the joint. وعندنا الـ MRI. طبعا مثل ما تعرفون الـ MRI شو يسوي لنا فائدته؟ The most effective diagnostic imaging the soft tissues of the TMJ. The most effective diagnostic imaging to evaluate soft tissue components of the TMJ. The soft tissue components نشوف إذا أكو disc morphology، شكل الديسك normal or not normal abnormal، والposition of the disc أيضا يبين. إذا فوائد الـ MRI شنو؟ إنه الـ most effective diagnostic imaging technique the soft tissue components of the TMJ. CT للـ bony components of the TMJ. خاف يقول لك قارن بين الـ MRI والـ CT بالـ TMJ، لكن الـ bony components of the TMJ هذا سؤال ترى مهم. وهذا للسوفت تيشو هيك راح تجيكم الاسئله تبع الامتحان الالكتروني، كل واحد يذكر، وعلى الاكثر راح تجي يعني شرح، بس شرح قليل سطرين ثلاثه مثلا. يقول لك قارن بين السي تي والام ار بالتي ام جي، تقول له السي تي هو الموست اكيوريت راديوجرافيك اسسمنت للبوني كومبوننت، الام ار هو الموست افكتيف دايجنوستيك للسوفت تيشو كومبوننت. نشوف بالديسك مورفولوجي وبوزيشن. زين وطبعا فائدة مهمة أيضا شنو للـ MRI، إنه does not use شنو ionizing radiation، ما دي radiation، ما دي hazards of radiation، هاي طبعا معروفة مهمة جدا. عندنا تكنيك الأخ أرثروغرافي. أرثروغرافي هذا شنو؟ injection of contrast material in inferior or superior spaces of the joint، يعني أشعة ملونة. أرثروغرافي هو أشعة ملونة. Injection of contrast media or material in inferior. شوف هاي الصورة ده يعطي injection the inferior. Injection of contrast material in inferior or superior space of the joint. وانا ما نسوي injection الجوينت راديوغراف، ناخذ الأشعة. طبعا هذا أيضا راح يعطينا البوزيشن مالت من البوزيشن والمورفولوجي of the disc. وأكو نقطة مهمة، إنه إذا أكو perforation بالديسك or adhesions، لأنه إذا أكو perforation معناته الكونتراست ماتيريال راح تعبر من سبيس إلى آخر. إذا خليناها بالسوبيرير سبيس راح تنزل الانفيرير، وإذا خليناها بالانفيرير راح تنزل تصعد للسوبيرير. ها إذا أكو perforation، فمثلا سؤال شنو هو التكنيك اللي نقدر بواسطه نعرف أكو perforation للديسك؟ هو الأرثروغرافي. وأشرح هذا التكنيك شلون. تقول له injection of contrast material in inferior or superior spaces of the joint after which joint is radiographed. سجلونا غير محاضرة صعبة، وشلون راح نمتحن؟ الله يساعدكم، الله يساعدكم والله. لازم تركزون بالقراية، ترى ماكو شيء سهل. أنا هسه أقول لهم دكتور حسين ضبط معنوياتنا، لا هو هذا الحقيقة، حتى تطلعون اطباء من صدق. زين الالترا ساوند طبعا هذا رير، بس مجرد بالاسم يستخدمون الترا ساوند بالتي ان جي. واكو التكنيك الجديد الكوم بيم سي تي، سامعين بي كوم بيم سي تي، اللي هو هذا بيكمز بوبيلر بالدنتس والماكسيلوفيشال سيرجنز، خاصة بالامبلانس وما امبلانس، لانه يعطينا
exact measures. يعني عارفين the length of the implant, length of يعني البعد مال النيرف. تعرفوه درستوه بالإمبلانت. The dimensions of the vital structures. الطينة exact measures. وأهم منها تقدر تستخدمها أيضا بالتي إن جي. هاي كلها بصفحة 5 عزيز. هاي كلها شنو؟ صفحة 5. هسا نجي التسجيل اللاحق. نحكي عن disorders. نبدأ بالdisorders of the TNJ. هسا نجي إن شاء الله على نبدأ بالdisorders of the TNJ. قلنا مثل ما قلنا إحنا سراح ندرس أولاً TNJ dysfunction يسموها TMD اللي هي تشمل ال internal derangement أولاً وراح تشمل ال functional أو myofascial pain dysfunction syndrome. هاي اثنينهم هم تابعين لل TMJ dysfunction. نجي على internal derangement تعريفها. شنو تعريف ال internal derangement؟ هي abnormal condylar disc fossa relationship. abnormal define تعريف definition مالته abnormal condylar disc fossa relationship. بعبارة أخرى any pathological entity that interferes with the smooth function of the TMJ. هذا تعريفه. زين نجي على signs and symptoms. أولا ال pain is typically continuous و localized the TMJ area و exacerbated by jaw function. Pain is continuous, localized the jaw area يعني TMJ area و exacerbated huge ويزداد by jaw function. هاي أولا. ثانيا نشوف mechanical interference can be detected clicking with clicking و locking يعني صير طقة و locking أحيانا يعني ال mouth opening تقفل. زين هاي اثنين deviation of the mandible on opening and closing towards the affected side. هاي ثلاثة deviation of the mandible on opening and closing towards the affected side. أربعة decreased range of movement طبعا. أوكي زين ال causes مال internal derangement هو بالحقيقة ال internal derangement can be secondary لل other disorders اللي ذكرناها ببداية المحاضرة اللي من قسمناها classification. internal derangement can be secondary ال high disorders الأخرى اللي ذكرناها بالبداية يعني كان بي سكندري المان للتروماتيك اوكلوجنز اللي ذكرناها اللي هي الديسلوكيشن اور الانكيلوسيس اوف ذا جوينت. كان بي سكندري للانفكشن والانفلاميشن. كان بي سكندري للنيوبلاستيك بروسيسز. كان بي سكندري للكونجنيتال اللي هي مثل الهايكوندايلر هايبربليجيا. يعني هذه الانترنال ديرانجمنت من الممكن كان بي سكندري للاذر تو ذا اذر disorders اللي ذكرناها بالبداية. زين أكو classification internal derangement يعني هذا بالحقيقة هو هذا classification مال medicine مال oral medicine فبس اطلعوا عليه ما لكم تحفظوه. يجوز بالmedicine يسألوكم يعني مادة oral medicine العفو يسألوكم بس بالسيرجري احنا نريدكم بس تطلعون عليه early late early reducing, late reducing, non-reducing, non-reducing, chronic, وأكو chronic with osteoarthritis. هذا بسألتكم تطلعون. ثانيا القسم الثاني أو النوع الثاني من TMJ dysfunction قلنا internal derangement أول نوع. والنوع الثاني هو myofascial pain dysfunction syndrome ويسموه functional. يعني TMJ dysfunction أما structural اللي هي internal derangement أو functional اللي هي myofascial pain dysfunction syndrome. وبالحقيقة myofascial pain هو هذا في type or entity of facial pain. هذا facial pain أيضا موضوع بالoral medicine وإلى تداخل بالسيرجري في facial pain فهذا موضوع كبير. فأحد أنواعه هو myofascial pain. زين myofascial pain can be secondary ailment للtraumatic occlusion للparafunctional habits مثل teeth clenching و paroxysm lip biting. كان بي secondary نفسه للinternal derangement اللي ذكرناه أولا. زين هذا هو myofascial pain كان بي secondary للparafunctional habits كان بي secondary للinternal derangement نفسه اللي ذكرناه وكان بي secondary can be caused by traumatic occlusion or abnormal occlusion or occlusal anomalies. يعني احيانا وما تتوقعون انه هاي سبوت صغيره
فيلينج، هاي سبوت صغيره فيلينج تسبب لنا هذا المايوفيشال بين، الالم الشديد. زين طبعا الهيستوري والاكزامينيشن شود بي دايركت تاورز ذا ماسلز، تسوون اكزامينيشن للمسلز اللي شفتوها بالبدايه، البالبيشن مال المسيتر والتمبوراليس والميديال تيريجويد واللاترال تيريجويد. زين السايز مال البين از ديفيوزد وبورلي لوكالايزد بريوريكولار بين. شوف هناك البين يكون كونتينوس ولوكالايز للتي ان جي، هنا البين از ديفيوزد يعني مو نوت لوكالايزد، بالعكس يكون poorly localized للpreauricular area و involve the muscles of mastication. زين وطبعا decrease jaw opening وخاصة كذلك headaches، المريض يشكو من headache ايضا. هو ما راح يقول لك عندي headache بس انت من تسأله تقول له عندك headache، راح يقول لك اي، والheadache يكون bitemporal continuous headache ويسموه tension ايضا headache. اوكي هذا بالنسبة للنقاط المهمة بالمايوفيشال بين والإنترنال ديرانجمنت. نجي على المانجمنت. المانجمنت اللي هي المانجمنت طبعا نون سيرجيكال وسيرجيكال، نون سيرجيكال وسيرجيكال. النون سيرجيكال هاي المانجمنت مال تي ام جي ديسفانكشن بنوعيه، الإنترنال ديرانجمنت وال myofascial pain. النون-سيرجيكال البيهيفيرال تقول له soft diet avoid chewing gum. pharmacological تعطي بعض انواع الدرجز بعض انواع التريتمنت. الانالجيسكس اللي هي non-opiate opioid يعني مو ناركوتيك تعطي، مو مخدرات تعطي، انالجيسك اللي هي non-steroidal كذلك، anti-inflammatory اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drugs. وبالsevere cases تقدر تعطي steroids، تعطي muscle relaxants centrally acting و peripherally، تعطي anxiolytics ضد القلق مثل الدايزيبام اللي هو الفاليوم. الفاليوم فد الدرج مفيد ب two actions anxiolytics، طبعا هذا هم إلى علاقة طبعا الconditions اثنيناتهم internal derangement والmyofascial pain dysfunction syndrome لهم علاقة بالحالة النفسية بالpsychological status of the patient وخاصة بالanxious patients زيد عندهم هاي الحالة. فالدايزيبام كلش effective بهيج حالة لأن بي two actions anxiolytics ومuscle relaxants في نفس الوقت. طبعا مثل ما قلنا أحيانا يجي المريض حالته النفسية متقدمة وداخل في depression فيطو antidepressants tricyclic antidepressants tricyclic antidepressants اللي هي TCA والماوز inhibitors. وانا متأكد هسه 80% من عندكم داخلين في مرحلة الانزيوليتكس زين وبعدين يصيرون depression، بس الله يسهل عليكم ان شاء الله. زين كذلك local anesthesia، هاي local anesthesia بالحقيقة diagnostic more than therapeutic، diagnostic more than therapeutic. كل هذا نحكي هسه احنا بالnonsurgical، قلنا اولا behavioral اللي هي soft diet والpharmacological، ثلاثة الاكلوجيال سبلنت، وأربعة physical therapy. شنو الاكلوجيال سبلنت؟ شنو فائدته؟ تعرفون السبلنت تاخذوا له طبعا وعلى الكاس يسوي له سبلنت ولبسوا له، هذا to relieve the function of the mandible of the joint، يعني حتى شوية تطلعون تسوون الجو outside of occlusion، تسوون الجو outside of occlusion، هذا الاكلوجيال سبلنت. وفيزيكال ثيرابي باختصار، الفيزيكال ثيرابي يعني علاج طبيعي خاصة الهيت ثيرابي والثيرمال ثيرابي، خاصة هذا وين بالمايوفيشال بين ديسفانكشن سيندروم، بالمايوفيشال بين ديسفانكشن سيندروم. زين خلون كمادات حارة على العضلات المتشنجة الكونتراكتد ماسلز، زين كلش يرتاح عليها. زين هاي الفيزيكال ثيرابي، خاصة الثيرمال ثيرابي هي تكون مهمة جدا. عندنا الاكلوجيال مانجمنت تصلحون، قلنا مثل ما ذكرنا سابقا اذا الكوز دايجنستو او سويتوا دايجنوسيس للكوز انه اكلوجيال انوميليز فصلحون الاكلوجن
إذا أكو هاي سبوت، إذا أكو ميسينج تيت تعوضون الأسنان، يسوون كلوجل ريهابليتيشن ترجعون الكلوجل الصحيح. زين هاي كلها كانت شنو؟ نون سيرجيكال. نعيدها: نون سيرجيكال البيهيفيرال، الفارماكولوجيكال، كلوجل سبلنت، فيزيكال ثيرابي، وكلوجل مانجمنت. زين عندنا النوع الثاني من التريتمنت المينيمالي انفيزيف، المينيمالي انفيزيف، وعندنا السيرجري. المينيمالي انفيزيف هذه ما اريدكم تحفوها، بس اريدكم تطلعون عليها. الارثروسنتيسيس والارثروسكوبي، باختصار شنو معنات الارثروسنتيسيس والارثروسكوبي؟ هو غسل الجوينت، غسل الجوينت، الجوينت يغسلون الجوينت بنورمال سلان خاصة. شنو معناته؟ لانه هذا من يصير دي انترنال ديرانجمنت، بخاصة بالمراحل الاولية للانترنال ديرانجمنت، راح يصير ادهيجنز وفايبروسيس بالديسك، تعيق حركة الديسك، تعيق الحركة الطبيعية للديسك، راح يصير ادهيجنز وفايبروسيس. شو تسوي ان هذه تعيق او بريفنتس او ريدوسز ذا نورمال فانكشن اوف ذا ديسك. فمحاولة انه للتخلص من هاي الادهيجنز والفايبروسيس يغسلون الجوينت بعملية ارثروسنتيسيس يسموها. بالحقيقة هذه العملية كونترافيرزال، يعني اكو من الاساتذة ما يعترفون بها ابدا، من ضمنهم الاستاذ رجاء كمون الله يذكره بالخير ما يعترف بها ابدا، واكو اساتذة اخر لا يعترفون بها ويحبوها. فهذا طبعا انا ما اقول لكم لا زينة ولا مو زينة، كل استاذ له رأيه الخاص، بس انا شنو الطهر طبعا مو الاستاذ رجاء، فأريدكم فقط تطلعون عليها وعرفتوا الفكرة مالتها اللي هي الأرثروسنتيسيس والأرثروسكوبيا. أوكي، قبل ما نكمل هنا أنا بس أريدكم نقطة تعرفوها. من قلنا الانترنال ديرانجمنت، من ذكرنا الكليكينج مالتها، فالملاحظة بسيطة أنه إذا صار كل الكليك، كل ما يصير الكليك إيرلي بالجو موفمنت معناتها بالإيرلي ستيج، يعني بالأوبنينج إيرلي أوبنينج معناتها إيرلي ستيج. كل ما يتقدم يعني ويا زيادة الأوبنينج بالمدل مال الأوبنينج يصير كليكينج، يعني ستيج مور أدفانس. بالليت أوبنينج مور أدفانس ستيج، بالكلوجر ندخل بالمور أدفانس ستيج، وينتهي الليت ستيج يصير ماكو كليك وإنما لوك. الماوث أوبنينج يصير بيها لوكينج. زين هاي فقط يعني تعرفوها، وهي مهمة بالحقيقة. فهسه قلنا المينيمال انفيزيف هي الارثروسنتيسيس والارثروسكوبي والسيرجري. السيرجري احنا هو بس معددها، هو كافي جدا. اما ديسك ريبوزيشنينج، ديسك ريبوزيشنينج وديسكوبلاستي يعني تعديل بشكل الديسك، ديسك ريبوزيشنينج وارثروبلاستي فور ذا كوندايل او كوندايل فوسا. اول شيء ديسك ريبوزيشنينج، ديسك ريبوزيشنينج وديسكوبلاستي تعديل بشكل الديسك، ديسك ريبوزيشنينج وارثروبلاستي المن للكوندايلر، اما للكوندايل او للفوسة. ديسك ريبير اذا بي فرجمنتيشن، اذا بي بيرفوريشن. ديسكتومي اذا كان منتهي وسيفيرلي بيرفوريتد او سيفيرلي فايبروست وادهيزد فيشيلو ديسكتومي. ديسكتومي وذ ريبليسمنت، اما تمبوراليس مسل فيشه خاصه او اير كارتليج، دنتال جرافت، ابدومينال ديرمس فات جرافت، تيشو انجينير. طبعا هذه هي الحديثه جدا اللي هي مال ستيم سيلز، يعني يخلون ستيم سيلز ويرجع يتكون ديسك جديد. هاي طبعا بحوث حديثه جدا وهي المستقبل للدراسات، دراسات المستقبليه. موديفايد مانديبولار كونديلاتومي، كونديلاتومي اذا كان الكوندايل سيفيرلي همين افكتد. زين يعني هذا بالنسبه للسيرجيكال بروسيجرز، هاي المن للفيرست ديس اوردر اللي هو الانترنال ديرانجمنت او تي ام دي ديس فانكشن، خاصه اللي يشمل الستركتشرال انترنال ديرانجمنت او مايوفاشيال بين الانترنال ديرانجمنت. بس اريد فد ملاحظه يعني تلخيص بسيط، قلنا التي ام جي ديس فانكشن حتى للدخول بها تعريفه، التي ام جي ديسفانكشن قلنا بها قسمين: ستركتشرال وفانكشن. الستركتشرال هو الانترنال ديرانجمنت، تعريفه اللي هو ابنورمال كوندايلر فوسا، ابنورمال كوندايلر ديسك فوسا ريليشن شيب، واي باثولوجيكال انتيتي ذات انترفيرز وذ سموث فانكشن اوف ذا تي ام جي.
وقلنا الانترنال ديرانجمنت نفسه كان بي سكندري للاذر ديس اوردرز اللي ذكرناها بدايه المحاضره، كان بي سكندري للاذر ديس اوردرز، يعني كان بي سكندري للتروماتيك التروماتيك كونديشنز مثل الانكيلوسيس، كان بي سكندري للانفكشن والانفلاميشن، كان بي سكندري للنيوبلاستيك بروسيس، كان بي سكندري للكونجنيتال كوندايلر هايبربلاجيا. زين، والسايز سيمتومز ماتيك ان كونتينوس localized pain ل TNJ وميكانيكال كليكينج ولوكينج ومانديبولار ديفيشن بالاوبننج والكلوزنج تاورز ذا افكتد سايد، اوكي، وديكريس طبعا رينج اوف موفمنت. الفانكشنال بين المايوفيشال، ثاني وحده الفانكشنال اللي هو المايوفيشال بين، هذا كان بي سكندري للانترنال ديرنجمنت، كان بي سكندري المن للستركتشرال كونديشن اللي هو الانترنال ديرنجمنت. سايز سيمتومز ماتا تختلف، بورلي ديفيوزد poorly localized diffuse pain و pain بالمسلز. زين قلناها، اوكي. المانجمنت قلنا مال TMJ dysfunction خاصة للستركتشر والتانل ديرانجمنت، قلنا النون سيرجيكال اللي هي behavioral pharmacological occlusal supplant physical therapy خاصة الثيرمال ثيرابي. زين occlusal rehabilitation هاي خمسة اللي هي النون سيرجيكال. عندنا النوع الاخر minimally invasive surgery اللي هي الارثروسنتيسيس، فقط لكم تعرفوها الارثروسنتيسيس والارثوسكوبي اللي هم غسل الجوينت اللي هو جوينت واشنج. زين، والسيرجري عدد انواع السيرجري، عدد انواع السيرجري. طبعا السيرجيكال ابروتشز هنا انا قال اما بري اوركولر يعني بوست اوركولر اور انديورال يعني انترا كرينيال، طبعا هذا رير بس يا اما بري اوركولر اور بوست اوركولر، هذه الابروتشز مال السيرجري. هسه نجي على النوع الاخر من الديس اوردر. احنا بالبدايه قلنا راح ندرس ال تي ان جي ديس فانكشن اللي يشمل من الانترنال ديرانجمنت والمايوفيشال بين، وراح ندرس التروماتيك اوكلوجنز اللي هي ريزلتنج فروم تي ان جي اكسبوجر تو تروما، وراح ندرس السبلاكسيشن والديسلوكيشن شنو والتي ان جي انكيلوسيس. هاي بالنوع الثاني اللي هي تروماتيك كونديشنز. فنبدي بالسبلاكسيشن. تعريف السبلاكسيشن هو المانديبولار out of the glenoid fossa cannot be returned by the patient, cannot be returned by the patient. وهذا could be either acute or chronic. Could be either شنو acute or chronic. زين، هذا هو بالنسبة للسبلاكسيشن. تعريفه mandibular condyle out of the glenoid fossa can be returned by the patient, وهذا could be either acute or chronic. The causes matter. أما طبعا هو the most common causes matter. Most common هو occlusal trauma, chronic occlusal trauma, chronic occlusal trauma leading to laxation يعني رخاوة the joint ligaments, leading to laxation the joint ligament. هذا the cause. Most common cause, chronic occlusal trauma leading to laxation with joint ligaments. Other cause congenital maybe اللي هو shallow glenoid fossa or atrophic articular eminence leading to شنو leading to continuous movement of the mandibular condyle out of the glenoid fossa. هاي هي the causes مال subluxation. نجي على treatment مال subluxation. أما conservative or surgical. Conservative شنو or surgical. الconservative طبعا هي تكون سهلة easy treatment، لكن الريزلت مالتها controversial. Controversial شنو فكرة الconservative treatment مال subluxation؟ كلاك الفكرة مالتها انه create fibrosis around the joint capsule. Create that fibrosis around the joint capsule حتى to decrease the mobility of the joint capsule وبالتالي minimize the outside movement of the mandibular condyle outside the glenoid fossa. It's shown itself with fibrosis around the joint capsule. أما injection of secularizing agent or injection of the blood from the patient itself
يعني نسحب البلد من البيشنت ونلحقنا في منطقة الجوين كبسول. هذا كله راح نسوي لنا fat fibrosis around the joint capsule اللي هي that will minimize the movement of the joint capsule outside the glenoid fossae. كلها associated ويامن with IMF, كلها associated with IMF for 1 to 2 weeks, وهذا كله راح تقلل لنا الجوينت موفمنت وراح تقلل لنا الجوينت موفمنت outside the glenoid fossae. هذه هي الكونسرفاتيف مثلا. عندنا السيرجيكال سيرجيكال تريتمنت, فكرتها هي شنو؟ فكرتها كالاتي, انه كرييت فد اوبستراكشن, كرييت اوبستراكشن انتيريرلي المن للجلينويد فوسي. وهذا بالرسم ايضا, يعني اذا تشوفون المحاضره بها هذا الرسم, create the obstruction outside the glenoid fossa, thus preventing a joint from moving outside that fossa. شلون نسوي هذا الobstruction؟ بطريقتين باختصار حتى ما تدوخون بها. اما downwards fracture of the zygomatic arch, يعني الزيجوماتيك arch نفسه انكسر وننزل اللي جوه, فراح يصير obstruction outside the glenoid fossa, or bone graft نفسه ناخذ في البون جرافت من الانيك كريست زين وانسيرتد عند الزيجوماتيك ارش انتيريرلي للجلينويد فوسا, وهذا راح يصير في البوني اوبستكل بريفنتنج الجوينت فروم موفينج اوتسايد ذا جلينويد فوسا. هاي باختصار هي السيرجري مال الهايبر موبيلتي اللي هي سبلاكسيشن. اما داونورد فراكشر للزيجوماتيك ارش زين, أو bone graft from the iliac crest inserted أيضا بالزيجوماتيك arch anteriorly to the glenoid fossa. بس أكو نقطة نسيت أذكر لكم إياها بالconservative, قلنا اللي هي injection of أما sclerosing agent or blood from the patient itself بالjoint كالكبسول, هذا creating شنو fibrosis بالjoint كبسول that will minimize joint movement outside the glenoid fossa associated with IMF for 2 weeks. أكو فأبروت جديد اللي هو بالحقيقة بوتولينيوم توكسين أيضا, بوتولينيوم توكسين باللاترال تريجر المصل أريا. تعرفون البوتولينيوم توكسين زين, البوتولينيوم توكسين باللاترال تريجر أريا, عايز راح يسوينا باراليسيز باللاترال تريجر المصل, وبالتالي راح تقلل شنو الموفمنت اوف ذا جوينت كبسول. هاي بالكونزرفت والسيرجري شرحناها احنا التريتمنت مال السيرجري. نوعين باختصار قلنا, اما داونورد فراكشر اوف ذا زيجوماتيك ارش اور بون جراف فروم الالياك كريست انسيرتد بالزيجوماتيك ارش انتيريرلي للجوينت كبسول اور للجلينويد فوسا. زين, هاي كلها كانت شنو بالسابلاكسيشن. نجي على dislocation تعريفه اللي هو mandibular movement outside the glenoid fossa cannot be retained by the patient. That can be retained by the patient, هذا cannot be retained by the patient. It causes matter, excessive force, particularly when the mandible is open, زين, such as during yawing, يعني التثاؤب, or during elongated dental procedures, psychogenic habitual, أيضا drug induced مثل phenothiazine, هذا بالنسبة للdislocation. أيضا can be acute وهذا minimally reduced, يعني ترجع بيدك, or chronic. The chronic بالحقيقة هذا cannot be reduced minimally, required surgery. أما condylectomy or condylectomy هاي فقط, هذا اللي أريدكم تعرفوا ان شاء الله نكمل المحاضره. قلنا احنا بدينا بالتروماتيك كونديشنز ريزلتينج فروم تي ام جي اكسبوجر تو تروما, درسنا قلنا راح ندرس بها 3 شغلات, راح ندرس السابلاكسيشن والديسلوكيشن درسناها, وهسه راح ندرس التي ام جي انكيلوسيس اللي هو الترو تي ام جي انكيلوسيس. بس قبل ما ندرس
التروت تي ام جي انكيلوزز لازم نفرقه من other conditions. يعني هذا التروت تي ام جي انكيلوزز should be distinguished from false ankylosis اللي هو اما التريزماس او الاكسترا ارتيكولار او يسموه سيدو انكيلوزز. التريزماس اللي هو temporary limitation بالmouth opening usually caused by muscle spasm وهاي other causes. يعني لديكم تحفظوها فد ثلاثة أو أربع causes للترزمس اللي هو usually caused by muscle spasm, can be caused طبعا by infection خاصة trigomandibular space, lateral pharyngeal space, trauma إذا fracture of the mandible و muscle contusion, tumors, nasopharyngeal tumors that invaded jaw muscles, psychologic hysteric trismus, pharmacologic phenothiazines, و neurologic tetanus. صحيح هذه كلها تسوي لنا الترزمس. أو سيدو انكيلوسيس أو اكسترا ارتيكولار مثال ذلك الدبرس زيغوماتيك ارش, هاي درسناها بالمحاضرات اللي هو مال تروما. من يصير الدبرس زيغوماتيك ارش راح يضغط على الكرونويد بروسيس ما يخلي المندبل ينفتح. Dislocation of fracture of the condyle, hypertrophy of the cornoid process, fibrosis of the temporalis muscle, يعني أيضا تحفظولي فد السببين ثلاثة من عدها. أوكي. A tumor of the condyle or the cornoid process. هاي كلها تسوينا أيضا limitation بالجو opening that should be differentiated من ال true ankylosis. That should be differentiated من ال true ankylosis. هسا راح نجي نبدي إن شاء الله بال true ankylosis. The true ankylosis أنا سويت لكم عليه سلايدات إن شاء الله وراح أدز لكم إياها أيضا ملف ويا التسجيلات الصوتية ويا ال PD مال المحاضرة. راح أدز لكم إياها تسجيلات صوتية ملف ويا التسجيلات الصوتية. ال true ankylosis سويت لكم إياها سلايدات. هسا إن شاء الله نبدي أشرح لكم إياها. فنبدي إن شاء الله بتعريف الأنكيلوسيس. نبدي إن شاء الله بتعريف التي إن جي أنكيلوسيس. هي عدة سلايدات تقريبا 9 أو 10 سلايدات شرح حلو مبسط راح أدز لكم إياها إن شاء الله مرفقة ويا التسجيلات الصوتية. هذا شنو قلنا التي إن جي أنكيلوسيس اللي هو قلنا true TMJ ankylosis that should be differentiated from الترسمس شرحنا على الترسمس ومن الاكسترا articular ankylosis ايضا شرحنا. هسه راح نبدي بالTMJ ankylosis. تعريف TMJ ankylosis اللي هو true TMJ ankylosis تعريفه it is the most severe insult to the TMJ structures, it is the most severe insult to the TMJ structures and to the mandibular growth and function in children. Insult يعني نقدر ترجمتها الحرفية هي كارثة أو نكبة. It is the most severe insult to the TMJ structures and to the mandibular growth and function in children. طبعا هو موضوع كبير ومعقد جدا. أنا كلش اختصرت لكم إياه بسلايدات بسيطة وهي هاي بالحقيقة مو من عندي وإنما من محاضرة أستاذ رجاء كمونة اللي اعطانا إياها بالبورد لأن هو اختصاصه وهو بحوثه كلها كانت على TMJ ankylosis فأنا جبت لكم الخلاصة من عندها. The causes and pathogenesis of a TMJ ankylosis: a trauma to the joint during the growth period always ends with ankylosis. Trauma to the joint during the growth period always ends with ankylosis due to للأسباب التالية. شنو هي الأسباب؟ شنو الميكانيزم الباثوجينيسيس مال الانكيلوسيس؟ راح يصير destruction and damage to the cartilaginous layer of the joint. راح يصير destruction and damage to the cartilaginous layer of the joint with the fragmentation of the disc and damage the specialized mesenchymal layer of the condyle اللي صار بالcondyle responsible for repair of the condyle. يعني مثل ما تشوفون الباثوجينيسيس انه يصير destruction ودمج كله بالcartilaginous components. Destruction
and damage to the cartilaginous layer of the joint with the fragmentation of the disc, and damage to the specialized mesenchymal layer responsible for repair of the condyle. Also, damage may extend to the base of the skull, to the petrous bone, and to the surrounding cranial sutures with callus formation. ترى هاي كلش مهمة، هاي السلايدات أريدكم تحفظوها لأن تيجي منها أسئلة. زين، شنو the principle مال treatment of TNJ ankylosis؟ شنو مبدأ العلاج أو فكرة العلاج؟ فكرة العلاج كالآتي: أنه نسوي excision للأنكيلوس joint and condyle، نسوي excision للإلونجيتد coronoid process، نسوي reconstruction of the joint ورا ما نسوي the niche، طبعا هاي بالتسلسل، نسوي reconstruction of the joint with a variety of options، ونسوي reattachment بعدين آخر شيء of the masseter muscle and medial pterygoid muscles، وراها نسوي reattachment of the masseter muscle and medial pterygoid muscles. هذا the principle of treatment of TNJ ankylosis. زين، morphological changes، شنو هي التغييرات اللي تصير في شكل الانسان او شكل الوجه من اكو TNJ ankylosis؟ راح يصير الاتي: اولا shortness of the long and transverse axis of the base of the skull with medially positioned ankylos joint and descending ramus. راح يصير قصر باللونج والترانسفيرز اكسس اوف ذا سكال بيس وميديالي بوزيشن انكيلوس جوينت وريموس، يعني جوينت الانكيلوس جوينت والريموس راح يكون ميديالي بوزيشن، مدفوعين ميديالي. راح يصير اندر ديفلوبت مانديبل اند ميد فيس، التشن هاي مهمه جدا، توستد تو ذا افكتد سايد. مهمة أخرى، نقطة مهمة جدا، deformities in the pharyngeal laryngeal inlet with hypoplasia of the epiglottis. وهاي النقطة بالحقيقة هي بالإضافة إلى limitation بالmouth opening راح تسبب لنا difficulties بالgeneral incision and autogeneral incision من يريدون يسوون operation، لذلك أحيانا يضطرون يسوون tracheostomy. نقطة أخرى، compensatory mechanism developed by the excessive growth and action of the masseter muscle and temporalis leading to the formation. بالنسبة للexcessive growth of the masseter, it will lead to the formation of an antagonial notch اللي راح تبين على شكل concavity باللور border of the mandible. وبالنسبة للtemporalis excessive action and growth راح يسوي لنا hyperplasia of the coronoid or process، راح يسوي لنا hyperplasia or elongation of the coronoid process. وthese signs occur on the affected side of the mandible. زين، شرح هو بسيط وحلو، أسرع تشوفه. بالبايلاترال كيسز الديفورميتي يكون مور سيفير، التشن از بندد داونورز، زين احنا التشن اللي جوا، ديو تو ذا افكت اوف جينو هايويد مسل بول، بروكينيشن اوف ذا ابر انتيريور تيث، سمول mandible featuring a bird face، راح يصير وجهه الوجه العصفورة والطير، هاي بالبايلاترال كيسز. زين، نجي على الاوبجكتيفز اوف تريتمنت اوف تي ام جي انكيلوسيس، يعني شنو اهداف التريتمنت؟ احنا ما نريد نسوي تريتمنت، شو نريد نسوي؟ تريتمنت اوف تي ام جي انكيلوسيس ايدز ان تنقسم قسمين، اما ديورنج الجروث بيريد أو after the end of growth، أما during the growth period or after the end of growth. بالنسبة during growth period وهي the most common، لأن TNJ ankylosis هو disease of childhood. شنو the objectives of treatment during the growth period؟ راح يصير الآتي، the objectives هي كالآتي: restoration of the facial growth، استعادة the growth facial growth، restoration of function. هاي مهمة جدا. بالمعلومات طبعا مثل ما تعرفون الجروث بالفيس او بالبدي كله خاصة بالفيس هو depends on two theories. اما theory of growth centers وهي الكوندايل هو one of the growth centers in the face، or theories
of developing matrix or matrix developing theory. وبالحقيقة هو الجروث يعتمد على integration of two theories. After the end of growth, the objectives of treatment of TMJ ankylosis كالآتي: restoration of facial height, not a restoration of facial growth. لأن restoration of facial height يعني يكون الجروث قد انتهى، فإحنا نصلح ال height, restoration of facial height and restoration of function. العفو هاي هسه نصلحها إن شاء الله. Restoration of function. زين. التريتمنت اوبشنز، التريتمنت اوبشنز كالاتي ايضا تنقسم during the growth period و after the end of growth. بالنسبة للgrowth during the growth period after excision of ankylosed condyle with elongated coronoid process reconstruction من القصة لازم نسوي reconstruction. بالgrowth period reconstruction is with شنو؟ either chondroosseous graft from an iliac crest or costochondral الجرافت اللي هو الرب جرافت. ليش ذني الثنيين؟ لأن ذني الجرافتات الثنيين بيها cartilaginous layer، بيها cartilaginous layer that give rise to growth، بيها cartilaginous layer that give rise to growth assisting in restoration of facial growth assisting in restoration of facial growth. زين. After the end of growth من يخلص الجروث التريتمنت اوبشن انه after excision of the ankylosed condyle and elongated coronal process reconstruction راح يصير of the TMJ راح يصير with artificial joint اللي هو chrome cobalt joint يتكون من chrome cobalt condyle وايضا chrome cobalt glenoid fossa. هذا هو باختصار. Other treatment options: TMJ reconstruction can be made with C-elastic implant. هذا خاصة من نشوف انه كبديل عن ال artificial joint. اذا ما قدرنا نسوي artificial joint can make TMJ reconstruction with C elastic implant. لكنه شرط مهم وياها لازم شنو temporalis facial flap. temporalis facial flap شنو فائدة هذا؟ مهم جدا to prevent recurrence of ankylosis. هذا هو باختصار سلايدات بسيطة عن ال TMJ ankylosis، شرحناها بشكل مختصر وبشكل مركز ومعلومات مفيدة. وبنهاية TMJ ankylosis إن شاء الله نكون قد أكملنا هذه المحاضرة المهمة لمحاضرة TMJ، ونشوف إن شاء الله الله كريم بالأيام القادمة شلون راح تصل الأمور. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.